تصور واحد خويا كبير علينا هو الكبير في الدار ضرب الكومبلي ديالو ضرب التروكار ديالو الساك ديالو مشى الوهرن مشى لبلاصه حنا ماشي فين ساكنين مشى بلاصه اخرى ومشى قطع البيو غادي في الطياره في الطياره وقفوه قالوا انت من روكي خصك تمشي ترجع قال ما ديرني خارج من لالي قال لي لا خصنا نطردوك ما تمشيش بالطياره حتى لهاد الدرجه اه هذاك هذا هذا اخويا اللي كنعاود لك عليه هذا عرفتي كانوا كيشدوه كيديوه للكوميساريه يشدوك مثلا نهار كان واحد النهار اتفقوا عليه داوه هو وصاحبه الكوميساريه وهبطوه للحبس الشيفونه والتيو 10 ايام وحنا نقلبوا عليه مروكي تلبس حسن من الجزائري مك المروكي وكذا سلخوه الوالده ديالي كانت مسانيه غفلوها بروفوكوها في الهضره قالت لهم لا وجدا وجدا والمغرب احسن منكم والمالك احسن منكم هزوها 10 ايام وحنا نقلبوا عليها واحد النهار حتى جاو عندنا البوليس قالوا لنا واحد ولدك سميتو شافوا الصوره ديال هذاك خويا اللي مشى لفرنسا هذا شكون هو هذا هو حمي كنقولوا له حمي وسميتو محمد قلنا ايه هذا ما يزيدش يرجع للالجيري علاش ما يزيدش يرجع هذا اللي عذبوه هو راه فرنسا ديك الساعه ما يزيدش يرجع للالجيري وعاود هربت انايا جيت انايا ومن بعد كيجيو الدار بشويه بشويه خلينا لهم كل شيء ما جبنا معنا والو بغيتك توجه شي رساله لهاد المولين خاوه خاوه اللي ما عاشوش وما حسوش بهذا الشيء اللي دوزتيه انت والاسره ديالك خويا انا نقول لك واحد جوج هضرات انا بالنسبه ليا لي خواتي ست خوانا عندهم عقلهم هنا عندك هما وهذوك صحاب غزه صحاب غزه هادو ما كيعرفوش قيمه المغرب صحيح وحنا اصاحبي راه عشنا في كوميساريات حياتنا هي كوميساريات يمكن مضاربه يومين مضاربه يومين في المدرسه كتكون هي تقاطع يعيطوا لك اجين واحد النهار انا بارك في القسم جا في دار كاسترو كنت في الليسي بنزرجب باقي لي عام على البكالوريا خرجوا التلاميذ خرجوا يستقبلوا في دار كاسترو ودايرين تضامن مع الصحراء الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي جايبين شي تصاور وشي تصاور ديال الفيتنام وديال اليد مقطوعه واليد كذا ومصورين ودايرين دوك الفوتوشوب ان الشعب الصحراوي المغرب حرقوا بالنبال هذا التزوير من الاول قول لي القضيه ما التزوير في السينما كتدخل للسينما اول حاجه كيبداو فيها يجيبوا لك شريط على الشعب الصحراوي مونطي في لي زيكول كتجي الصحه تفرج جا انا ما خرجت بقيت في القسم جا عندي واحد البيون دوك لي ريبيتيتور